ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 1993، وشهادة من مدرسة هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007. كانت بدايته العملية في الفترة من 1999 وحتى 2004 مديراً للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي، ثم رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية في الفترة من 2004 وحتى 2007. عين رئيساً تنفيذياً في شركة الخليج للاستثمار في عام 2008، وتولى إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية في الفترة من 2008 وحتى 2010. شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال بين الفترة من 2011 وحتى 2015، ومستشاراً بالديوان الملكي بين عامي 2015 و2016. أيضاً من بين المناصب التي شغلها مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير في عام 2016، وتولى منصب المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017. وكان ياسر بن عثمان الرميان عضواً بمجلس إدارة أرامكو السعودية قبل أن يتولى رئيس مجلس إدارتها.